اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. زميلي العزيز محمد غندر معه الكابتن محمد عبد المنعم لاعب فريق سموحه. نتابع ماذا قاله نضمر اخرى القبعه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على المكسب 3 بونت غاليين النهارده. النهارده لو كان في كانت القايمه لسه ما بعتتش كانت 3 بونت ده كان هيفرق معانا. واحنا الحمد لله احنا ماشيين مكملين في مشوارنا عاوزين ناخد مركز. الظروف ما كانتش معانا في القايمه الافريقيه ووقت كان صغير وجت مفاجاه، بس احنا عاوزين نعمل حاجه لنادي سموحه نحطه في مربع ان شاء الله. شايف فريق سموحه هذا الموسم كان المفروض يبقى في حته ثانيه احسن؟ والله الحمد لله احنا في نقطه ضاعت مننا، تقصير مننا الصراحه. كان المفروض يعني نركز في الماتشات اكتر بزياده عشان حصل ظرف زي بتاع البطوله الافريقيه اتبعتت. كنا زمان احنا اولى واحنا احق بمستوانا وبتركيزنا الدور الثاني. كل اللعبه مركزه الحمد لله، وان شاء الله اللي جاي خير لينا ونفنش في مربع باذن الله ثالث ان شاء الله. محمد انت عاره من النادي الاهلي، تنتهي بنهايه الموسم؟ عاره اخر سنه ليا مع نادي سموحه، وان شاء الله اللي في خير قدامه ربنا. ايه بقى يعني باذن الخير يقدمه ربنا؟ هل في جديد بالنسبه لك نقول للساده المشاهدين؟ والله لسه، بس الكلام معايا يعني ان انت ماشي كويس، خليك زي ما انت ماشي وان شاء الله. خليك زي ما انت ماشي وان شاء الله خير بقى اللي فيه خير قدمه ربنا ان شاء الله. يعني شايف ان النادي الاهلي محتاج محمد عبد المنعم من وجهه نظرك؟ والله الجهاز الفني هو اللي يحدد. والله لو ليا دور معاهم اكيد يعني ان شاء الله اتمنى ان انا ابقى موجود. يعني ده بيتي وانا متربي فيه بقى لي 13 سنه، فاكيد يعني لو ليا دور والجهاز الفني شايف ان انا ليا دور معاه فاكيد هرجع ان شاء الله. محمد بشكرك جدا وبتمنى لك كل التوفيق والف مبروك الفوز على النادي المصري، يعني فوز كبير على نادي كبير هو النادي المصري. طبعا النادي المصري نادي كبير والحمد لله على 3 بونت. شكرا حبيبي، ربنا يخليك. شكرا.